الرحيم أيها الحظ الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء، انطلق على بركة الله وتوفيقه فعاليات شوطنا الخامس بتعداد أشواط الفترة الصباحية، وهذا الشوط خصص لسن الحقائق الأفكار وهذه الإثارة الجميلة والانطلاقة المميزة. إذن هذه الأسماء المتواجدة بانطلاقة الشعارات التي تصول وتجول على أرضية هذا الميدان بهذه الأعداد التي بدأت تتزايد مع سن المفاجآت مع هذه الانطلاقات المميزة. أول المراكز هنالك المقدمة وهنالك الصدارة، تواجد عالي شبيب محمد بن عمير رمزان النعيمي مع المقدمة، ثاني المراكز الله الجزيرة ناصر بن علي بن حمد البريص المري، ثالث المراكز هنالك التواجد أو هنالك التسلل من قبل الشانية لسعيد بن حمد بن جر الله بن جويل المري لتأتي الجزيرة على المركز الثالث، رابعا وتابع هنالك التواجد من نسيم حمد بن جر الله بن حسين البريدي والمركز الرابع، وتابع هنالك التواجد. إذن هنالك أيضا الانطلاقة من حملة الرقم 51، نتواصل مع المركز الخامس حتى تتضح أمورها. المركز الخامس هنالك الانطلاقة من انتباه مسعود بن سعيد بن سالم الفيدا المري، ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدرة، نعود إلى الشانية، من تنطلق بشعار سعيد بن حمد بن جويل المري مع المقدمة، ونشاهد هنالك عالية من تنطلق وتغير مع الصدارة بعالية المستوى والمقام، شبيب محمد الرمزان النعيمي ينطلق شعاره مع الصدارة ومع أول المراكز. المركز الثاني هنالك الملاحقة والمتابعة من أحد الأسماء التي بدأت تنطلق، شاهين مبارك بن محمد بن خديم العذبة المري مع ثاني المراكز، ثالث المراكز هنالك الغزوب والوصول من درب سعد بن سعود شافي مع المركز الثالث، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى الانطلاق مع عالية، عالية على الصدارة، عالية على المركز الأول ومع المنافسة الجميلة بتقديم هذه العروض المميزة وبتقديم المستوى العالي. شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي يسلم، هنالك أيضا قدوم والانطلاق مع ثاني المراكز والمنافسة مع الشانية مبارك بن سالم الخديم العذبة المري، الله الشانية مع أول المراكز ومع المقدمة وعالية، عالية والشانية، الشانية وعالية، شعار هنالك بن رمزان النعيمي وشعار بن خديم، ولكن عالية هي من سيطرت على الموقف وسجلت أول المراكز بسجلاتها. الحارس شبيب محمد بن عمير الرمزاني ثاني المراكز، كان الوصول لا من قبل الشانية وكانت مملوكة لمبارك بن سالم الخديم العذبة المركز الثالث، كان التواجد من قبل درب لسعد بن سعود بن شافي الشافي المركز الرابع، كان الوصول لا من قبل أبعاد لراشد بن ناصر محمد بن شاب المري المركز الخامس، كان التواجد من قبل وحش لمحمد بن زومان بن محمد المرسان الهجي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، شاهدنا هذه الانطلاقه المميزه وشاهدنا المنافسه التي دارت ما بين هذه الاسماء وهذه الشعارات التي تشاهدونها امامكم بالملخص. شوطنا الذي انقضى قبل قليل وهو الشوط الخامس بتعداد اشواط الفتره الصباحيه، اذا هذه عاليه من كانت مسيطرة على مجريات هذا الشوط وهي سجلت هذا الشوط باسمها وهي البطلة المتوجة بهذه الانطلاقة الجميلة، نشاهدها بتقديم هذه العروض الرائعة ونحرص قدومها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس ومحققة هذا المستوى العالي لشعار شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي. توقيتها الزمني 3 دقائق 4 ثواني 44 زمن الثانية. نهني شبيب محمد بن عمير الرمزاني النعيمي على حصول عالي على المركز الأول، ثاني المراكز كان الوصول والقدوم من قبل الشاهنية، توقيت الزمني 3 دقائق 4 ثواني 86 زمن الثانية. الثاني التبريكات لمبارك بن سالم بن خيمة العذبة المري، ثالث المراكز كان الوصول من قبل الدرب وكانت توقيت الزمني 3 دقائق 6 ثواني 42 زمن الثانية. الثاني التبريكات